السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لكن اول ما اشغلها الى ما حينما تحمى لا يوجد دخان، لكن عندما تحمى ببداية الحماوة عند الضغط بشكل كبير على دواسة الديزل بلش تطلع دخان بلون أبيض على رمادي، رمادي هيك لون التراب. بعد القيادة، يعني بعد ما تحمى بنص ساعة من القيادة ما تعود تطلع الدخان. يعني قاعد انطر السيارة لحين ما تحمى بشكل جيد إلى حينما تطلع الحرارة على النص.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.